الجهوي الثاني لأنشطة الحياة المدرسية، يأتي تفعيلاً لمقتضيات القانون الإطار 1751، وذلك من خلال تنزيل المشروع رقم 10 المتعلق بالارتقاء بالحياة المدرسية. ملتقى يتم من خلاله تجسيد رافعة من رافعات خارطة الطريق التي ترتكز على تنشيط الحياة المدرسية. تم خلال اللقاء تتويج المتفوقين والمتميزين في فئات التلاميذ والأساتذة والمؤسسات على مستوى جهة الدخل وادي الدهب. الملتقى هو يشكل وقفة للتقييم، وقفة للتشجيع، لتحفيز كل المتدخلين الذين شاركوا والذين يعني انخرطوا في كل التظاهرات التي تنظم على طيلة الموسم الدراسي. الملتقى يعمل على تجسيد احدى رافعات خارطة الطريق التي ترتكز على تنشيط الحياة المدرسية ودعم أنشطة التفتح، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة الاعتراف بالمجهودات التي تبذلها الأطر الإدارية والتربوية في تأطير التلاميذ.